فتره الخطوبه من هي الفتره المهمه في تاسيس العلاقه الزوجيه صحيحه ومتكافئه ومتوازنه. اذا كان وقعت في فتره الخطوبه اخطاء كبيره، اخطاء قاتله، فانه مستقبل الزواج باش يكون مهدد باي شكل من الاشكال. واذا كان فتره الخطوبه مرت بسلام، فمؤكد انه الحياه الزوجيه باش تكون متكافئه ومتوازنه. الليله في فتره خطوبه بين زوج من الناس وقعت اخطاء كبيره جدا، ويحدث هذايا وينجم يصير في اي عائله وفي اي مجتمع. مباشره نستقبل مع بعضنا لبنى. هاي لبنى. لبنى مرحبا بك يا لبنى. مرحبا بك لبنى، تفضل يلا. مرحبا، تفضل لبنى. مرحبا بك لبنى. مرحبا بك يلا في برنامج عندي منطلق، حتى نتعرف على حكايتك اكثر. مباشره تشاهد معايا هذا التقرير. طب لبنى كيما البنات الكل كانت تستنى في النهار اللي تلقى فيه الانسان اللي يفهمها ويحبها، وهذا اللي حسيته مع يحيى اللي كبرت المحبه ما بيناتهم، الشيء اللي خليهم يعملوا خطبه ويبداوا يحضروا العرسهم. لكن فرحه لبنى ما كملتش، وفي ليله ونهار تبدل يحيى معها وبردت مشاعره من ناحيتها وحست انه باش يتخلى عليها. والليله جات لبنى لعندي ما نقولك مستدعيه يحيى خطيبها، تحب تعرف منه علاش تبدل معاها ونسى الاحلام اللي بناوها في لحظه. مرحبا بك لبنى. اي لله. انا تعرفت على واحد اسمه يحيى. قديش ليك من اللي تعرف؟ خمسة شهور. خمسة شهور. تعرفت عليه فين؟ ظروف كيفاش؟ في دارنا، انا نمشي للعطار، نشري، انا يباع في السلعة، يخدم في واحدة واحدة لون. شوف، ما نحبكش تخاف الساعة، نحبك تبدا ألاز تحكي معايا بصراحة باش نجموا الليلة نلقاو حل المشكلة نتاعك. اوكي. يخدم في الدهن هو. يخدم في الدهن، يفرق في السلعة على الحوانت. ايوه. تعرفت عليه؟ تعرفت عليه في جمعة، ما بقينيش مع بعضنا، معناتها كي نخرجوا وندوروا مع بعضنا، قال لي باش نجيب دارنا ونجي ويخطب. يجي يخطب. خطب أول مرة بالكلمة. استناني عاد، قبل ما يخطب حكيتوا مع بعضكم ولا؟ اي حكينا مع بعضنا في الجمعة. عجبك؟ عجبته؟ حبيته؟ ارتحت له؟ ما عادش قول لي. لا ارتحت له أنا، خاطر ما حبيتوش. ارتحت له مو بالكلام تاعو، كي يبدا يحكي معايا انا بديت نحبه. وانت معاه حسيتش انك الراجل هذايا اللي حكيت معاه تنجم توصل معاه العرس والخطبه؟ ايه. وراجلك حسيته نجم يكون؟ ايه. حبيته؟ حبيته. باهي. ومن بعد؟ ومن بعد ولت مشاكل، كي يجي كل مره يبات في دارنا يقعد معانا. كيفاش عاود لي كيفاش؟ ايه. بدات تبدا مشاكل. عرفته بداركم؟ جاب دارهم هو. ودارهم خطبك؟ خطب بالكلمه. قال بالكلمه جاب دار. جاب دارهم. ايه. قالوا دارهم، قالوا ليت 27. شنو ليت 27؟ بعد انت تعمل خطبه رسميه. باهي. ايه. يا اخي بابا قال لي خلي بعد العيد. داركم هذم قالوا خلي بعد العيد؟ دارنا قالوا خلي بعد العيد. علاش؟ بحكم معناتها ظروف، وبليس يستنى في خبر على خويا. عندي خويا حارق. عندي خويا حارق من 29 مارس. خوك حارق؟ عام 6 شهور. اي هيك. قلت له انا باهي بابا، معناتها حكيت معه هو، قلت له بابا قال خلي بعد العيد. بعد ال ما يسالش شيء. بعد 27 قال لي هو باهي. ومن بعد في جمعة العيد قلت له أنا وقتاش باش تجيب داركم أنت وتجي تخطب بالكلمة؟ قال لي هو عارفي ما حبش يعاوني، هو مستني يعرفه باش يعاونه في طرف فلوس، وإن بعد ما يعرس كل شهر يعطيه فلوس. كل شهر يعطيه، فهمتني؟ يخلصوا. بداك لي كل مرة نكلمه قل لي ليه اصبر اصبر اصبر. فهمتني؟ حسيته بدا يتبدل؟ بدا يتبدل. علاش؟ ما نعرفش. شوف لو إذا كان الظروف المادية خلاته يتبدل ممكن، أما باش يجبد روحه بالك فما حكاية. علاش بدا يتبدل يحيى؟ ما نعرفش عليه أنا، نقول له واش بيك معناتها. لا لازمك تكون تعرف. أنا جبته هو باش نسأله ساعة، باش نشوفه هو شنيا. من بعد قعدت باتصال معاه ولا ما قعدتش؟ قعدت اتصال معاه، مرات يهز عليا، مرات يقول لي تو نطلبك انا، يطلبني هو الحق، ومن بعد يقول لي اسمع راني مانيش لاهي تو، فهمتني؟ حتى امه معناتها تقول لي ويحكي في التليفون في الليل. ايه؟ معناتها نحشم باش نقول له انا راه ما يحكي مع ماهوش يحكي مع واحده اخرى، يحكي معايا، فهمتني؟ ايه؟ ولي نسكت كها. ايه؟ انت عندكش فكره شنو الشيء اللي يخليه يتبدل لبنى؟ انت تعرف اكيد.
أكيد تعرف شو اللي خلاه يتبدل. تعرف؟ نعرفه. قل لي. هو صارت كا بيناتنا و شنو اللي صار بيناتكم اللي خلاه يتبدل؟ خليك صريحة. هو معناتها سلمت في روحك معناتها. اه. وحسيت روحك غلط. بالطبيعة. باهي. بعدها هي تبدل بالضبط. ليه برياضة قصيرة جمعتين هكاك قصيرة برشا. بعد ما سلمت له نفسك هكا عن طوعية أنت ولا مش عن طوعية فهمني؟ كان بموافقتك وإلا لا؟ ما كانش بموافقتي من الأول. يعني لا فهمني، هنا وليت مشكلة كبيرة. هذا كان بموافقتك؟ هو قال له أنا نقول له ليه، قال لي ليه باش ناخوك وباش معناتها أنا متفاهمين مع داركم وما نعرف شنو. أنت كنت تحب؟ ايه بالطبيعه انا نحبه. انا من الاول ما قلت له لا معناتها ما تصيرش الحكايه. لكن بعد وافقت. بعد وافقت. بإحاح منه. دونك بعدها هي تبدل. تبدل ايش كان يقول لك؟ سامح. كان يقول لي اصبر تنكلمك. اي. اصبر تنكلمك نصب ونكلمك يبطل ما يكلمنيش وبعد نعملوا ابل يقول لي اسمع ماني قلت لك تنكلمك. اي. استنى شويه تنكلمك. يعني الهدف نتاعه من العلاقه كان الهدف انه يعيش معاك كيما لحظات وبعد يطيشك يرميك يتبدل يرميك يلوحك. هيك اللي حسيته انا. حسيت بهذا انت؟ حسيت روحك هنا انك غلطت ولا ما غلطتش؟ حسيت روحي غلطت وبرشا زاده مش شويه. فماش مشكله اخرى اكبر من هكا يا لبنى اللي تزيد تعمق الخطا؟ قل لي نحب نفهمك. لا لا ما فهمتش. سينو مش نلقاو مخرج. ما فهمتش. متأكدة؟ متأكدة. اش باش تعمل يا نوب؟ علاش جيت؟ جيت باش نستدعاه هو باش نشوفه هو ندرى مازال حاجته بيا علاش معناتها عمل هيك وبعد جبد بروحه. عندي برياد قصيرة عندي جمعتين قال بعد العيد الكبير انا عرس. انت ليلى عندك أمل لبنى ولا ما عندكش؟ بالطبيعة عندي أمل. باش تتفضل المشكلة هذه. اه. تتصور اللي يحيى مازال يحبك ومازال حشتو بيك كيما اتفقتوا قبل والا؟ اه نتصور. عندك فيه ثقه ولا ما عندكش الليله؟ اي نورمال ما عندي فيه ثقه. نورمال ما عندي فيه ثقه. لبنى تحبوا الراجل هذا انت؟ اي انا حبيته خاطر كي يحكي معايا ابار ما نحبه اني حسيت به معناتها حتى دارهم باهين ما همش خايبين عيشتهم معناتها باهي باهي مش خايبين. واجهتوش بموقف مهم عشتو انت وياه معاه قلتلوشي انه بعد ما صار اللي بيناتكم هو اللي خلاه يتبدل؟ هو في باله. هو في باله بالحكايه هذيا ما يقول لي اصبر ما انت ما كل مره كي نحسه يتهرب مني فهمتني؟ انت جيت لهنا الدافع تحب تعرف السيد هذا مازال يحبك والا فما مشكله كبيره قاعده تزرب تخلي فيك تلقى حل بسرعة وإلا لا؟ إي نورمال ما نحب نبقى نحب نلقى حل. حل بسرعة. بالطبيعة. الليلة شكون طالبة؟ يحيى. إيش باش تقول؟ باش نقول له علاش معناتها بدي تهرب باش نسأل. إن شاء الله الليلة يا لبنى ونوفق جو دي بيان في إنه ما تخرج من هنا إلا ما تلقى حل للمشكلة هذه. إن شاء الله. داكوردو؟ إن شاء الله. ونتمكنوا من إنه يحيى يكون موجود بالاستوديو باش تتفضل المشكله هذه نهائيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. لبنى جات الى برنامج عندي ما نقول لك وكل املها انها تتقابل مع خطيبها اللي بعد ما صار اللي صار مش بد روحه ولا ما عادش يحب يكلمها وما عادش يحب يحكي معها. يبدو لي انه المشكله اكبر من هكا بكثير لانه فما مشكله كبيره. فلبنى جات تحب اللي فهمته أنها تحب تفض هالموضوع هذا مع خطيبها يا يلتزم بوعوده بالزواج وإلا رام بنات الناس ما هو مش لعبة معناتها بنات الناس عيب أن واحد يتلعب بهم. سبحان الله الإنسان يضعف ينجم يغلط ينجم يصير اللي يصير أما الناس ما هو مش لعبة. على كل الليلة شوفوا اللحظة الحاسمة مع محمد قاسم. مساء الخير قاسم. مساء الخير. شكون بحذاك سيدي؟ بحذايا سي يحيى الخضراوي. مرحبا بي. اصيل ولايه القصرين جانا من رادس. مرحبا. مرحبا بيك. بيك عايزك. شنو تعمل في الدنيا؟ نخدم. شنو تخدم؟ ما جروسيسي تاع الدهن.
ربي يعين. عايزك. قلت لي قبيله مغروم بالكوره. شنو الفريق المفضل؟ ستيرونس. هاي حالة معكم. هاي تفضل معي. برنامج عندي منقد. قديش عمرك سيدي؟ قلت قبيله انت قاسم 21 21 سنه تخدم جراسيس تاع دهن هكا وكلوب واسبيرانتيست. اي بي مرحبا بك سيدي. بيك عايزك. شكون زعما ينجم يكون استضاعك لينا في برنامج عندي منقد؟ عندكش فكره ولا تحب نسهل لك شويه؟ سهل شويه. ما عنديش. نسهل لك شويه. نشوفوا المؤشرات. المؤشر رقم واحد طب يا سي يحيى، شنو رايك في المثل اللي يقول وعد الحر دين؟ وعد الحر دين، اللي يوعد يا خويا يوفي بوعده، عباره على دين في رقبته واحد. شبيك ضحكت ابتسمتك؟ ها قرب لك هكا، حسيت انه قرب لك. ها يسر. زيد نقرب لك شويه اخر. زيد ولا ما نزيدش؟ نزيد. يزي شاهد معايا شكون يطلبك الليله في برنامج عندي ما نقول. شكون يحيى؟ لبنى. طفلة. شكون لبنى؟ اختبتها. عطيت كلمة مش اختبتها. اه؟ عطيت كلمة مش اختبتها. أنا ما قلت لك شيء. أنا قلت لك اختبتها. أنا ما قلت لكش اختبتها. قلت لك شكون لبنى؟ قلت لي عطيت كلمة مش اختبتها. ما أنت جاوبت على سؤال كنت أنا باش نسأله. هو فما فرق بين واحد يعطي كلمة يجيب أهله داره ويقول لبناية هذه حاجتي باش ناخوها، والا جاء وقال حاجتي باش ناخوها وتتسمى خطبه. شنو هي الفرق؟ فما حتى فرق. فما حتى فرق. نقولوا خطيبتك هكا ولا زعما علاش جابتك للبرنامج هنيه نسال فيه؟ لا وعدتها بالعرس. وعدتها؟ سهل الشرب. بالعرس هي؟ سهل الشرب. ما سهلش ربي. معناتها انت بطلت منها اللي فات؟ لا ما بطلتش منها. ما قلتليش باش نبطل. اه مالا شنو؟ قلت ما سهلش ربي. ما سهلش. حاسك تحب تقول حاجه. فما مشكله يا؟ لا فما مشكلة. انا في بالي باش ندبر شويه فلوس من عند عارفي. اي ما عرفتش. انت البنيه هذه تحبها ولا ما تحبهاش؟ ناوي على الخير معاها؟ ناوي على الخير معاها. والا لا؟ لا ناوي على الخير معاها. قلت لي ناوي على الخير. ما كي سالتك تحبها ولا ما تحبهاش ما جاوبتنيش. لا نحبها. تحبها. نحكي لك الحكايه كيما حكيتها لي هي. تفضل. وقل لي شنو الصحيح وشنو الغلط. تعرفتوا على بعضكم؟ انت تخدم وهي ما نعرفش وين. المهم تعرفتوا مع بعضكم، حكيتوا مع بعضكم، عجبتها، عجبتك، حبتك، حبيتها، هذا كل ما فيهش عيب. قلت لك من الاخر من الاخر تفضل جيب داركم وجا للدار. عملت هكايا جبت داركم وجيت للدار. تعرفوا العائلات على بعضهم. عطيت الكلمه فيها. لاباس لاباس. لكن المده الاخرانيه لبنى حسيتك بعدت شويه وبديت تتهرب. صارت بيناتكم حاجه. بعدها هي بالضبط بديت تتهرب وبديت تبعد. يبدو لي فما مشكلة أكبر من هكاية. ما نعرفش صار بيناتكم المحظور ولا ما صارش. ها؟ إي. بعدها هي أنت بديت تتجبد شوية، علاش؟ أنا ما فكرتش باش نبعد عليها وما مانيش قصدي باش نبعد ولا حاجة، أما ما عرفتش. فلوس. فلوس. ظروف مادية. هي اللي خلتك ما تنجمش
كان حتى بوها كنت تكلم. ولا حسيت روحك تحب تراجع روحك بعد اللي صار بيناتكم؟ لا لا مش هكاك، على ظروف مادية وكا. ظروف مادية باهي، هي ظهر لي لبنى قابلتك بالظروف اللي انت فيها، معناتها ما طلبتش منك هي لا دار ملك لا صياغات لا اللي تحبوا يعني تكونوا مع بعضكم وانك توعدها بالعرس، معناتها تحب تكتب صداقة وتهني على روحها الطفلة. هذا شنو؟ يعني قلت لها تكتب صداقة وتجي تعيش معنا في الدار أمي وبابا. وقتاش هذا قلت له؟ عرس لا قلت له ما قلتوش لا لا قلت له قلت له في رمضان هكا قابلنا مع بعضنا. قالت لي بابا ما يحبس من عرس. باهي خلينا نسمعوا لبنى اش تحب تقول لك الساعة علاش جابتك لهنا ومن بعد أتنفركوا الرمانة بالطرف بالطرف. أي لبنى هذا خطيبك؟ قل لي يا اخي انا كي حابني نكتب الصداق ونمشي له هكيكا نكتب معاه الصداق ونمشي هكيكا ما نجمش. وضح يا لبنى وضح. خاطر بابا ما يحبش، معناتها يحب حتى كي في باله هو كي قالوا راني باش نعرس وكل شيء وكي قال لي هو وامه قال لي كتبوا الصداق ومعناتها وعيشوا مع بعضكم. قلت البابا قال لي لا ما نجمش نعطيك هكيكا الا الصداق تكتب نهار العرس نهار اللي باش تعرسوا. فهموني يا فهموني الزوز تو انا راني ما فهمتش نحب الزوز منكم تو تفهموني شنو هي الحكايه يا لبنى. نعم. وضح موقفك اختي اش إيه؟ تحب تقول له السيد هذا ما نجمش يلزمه يلقى حل معناتها يلقى بعد... حل شنو انت شنو هي الالغاز هذه اش طالبه منه السيد طالبه منه انه يعرس كيما معناتها قلت له انا نعمله ليله بركه ما هو بدا يتهرب مني فهمتني اي يا لبنى انت راك ما جيتش على السبب هذايا انت من الاول. ايه هو في باله بيه السبب هكا هو تيحكي. شنو هو السبب؟ احكي لي شنو هو السبب؟ تحكي لي يا ولدي شنو هو السبب؟ عرس هي جايبتني شنو قول لها شنو هي السبب؟ باش تحكي ولا يا لبنى هو قال لك احكي انت. ايه هو اللي معناتها قال لي اصبر عليا تنعرسوا بعد ما عمل العمله هذيك. العمله وفهمناها. قابل باش تعرس بها الطفله ولا ماكش قابل يا ولدي؟ قابل تستنى معي شويه ندبر شويه فلوس. ها؟ قداش شويه؟ عام. عام؟ يا لبنى قال لك عام؟ لا لا قال بعد العيد الكبير هو. يا ولدي هاك مش قلتوا بعد العيد الكبير؟ تو ولا عام؟ يا لبنى انت مزروبه علاش مزروبه فهمني؟ ما تنجمش تستناها عام؟ ما نجمش. يا لبنى. نعم. فما مشكلة كبيرة ولا فهموني يا ولدي عليها هكا كل طرش في الزفة يا رسول الله فهموني اش فما انت مو باش نفهموا انت قال لك استناني عام تضحك قال لك استناني عام انت قلت له لا ما نجمش نستناك عام يا اخي هو عاطي كلمة قال بعد العيد الكبير وانا نستنى هاو قال لك بعد العيد بعد العيد يا ولدي تنجم باهي اوكي شنو ما عنديش حل باش نعمل بعد العيد معناتها ندبر فلوس باش نعرس انت تخدم ولا نخدم يعني. اي تصور ما انت ما بدا نبداو فقراء حتى يغنينا الله يهديك ربي تي لا تي هو سي علي سامحني حتى خاتم باش يشري ما عندوش تي راهو خاتم خاتم خاطر هو قالت لي امه اكبس عليه راه ماهوش يلم في فلوس هو ماهوش يلم في فلوس سي علي وكي حب يعرس يعرس راه فسد فيه يتكيف وقهاوي كل يوم اي واحد ما يشربش قهوه زيد مش بيك حتى مش هذه المشكله مش قهاوي دقيق لبنى 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 نعم لبنى نعم انا راني ما نحبش نتكلم انا قادره باش تستناه الوليد هذايا عام وتعرس والا لا باهي ها ما يسالش ما يسالش والمشكله اللي حكيت عليها كيفاش نجم نحلها انا المشكله هذيك؟ ياك المشكله انا معناتها مش عارف يا خويا فما مشكله كبيره عقب الفلاق يعيش خويا هذه راهي بني وعندها عائله وبو وام وخو ومحيط اجتماعي وانت راجل عندك عائله وبو وام ومحيط اجتماعي فما مشكله كبيره فهمني ولا ماكش فاهمني؟ فاهمني نكبسوا رواحنا ونفضوا الموضوع هذايا خليه يتلم الموضوع قابل ولا ماكش قابل؟ كتبان صداق مش بالفلوس
يهديك ربي. قابل. أه؟ قابل. قابل تكتب صداق على البنية هذه تجي تقف بحذايا. تقف يا لبن. تقف توصل. سيدي. أنت فهمني وأنا فاهمك. وفاهم البنية وأنا فاهمها. إيه؟ وكلنا فاهمين بعض. الموضوع لا يحتاج إلى تأخير. يفتح هذا الستار تكتب صداق على الطفلة غدو الصباح. يفتح الستار نعم أم لا؟ يفتح. يفتح الستار. هاي تفضل سيدي. غدوة الصباح فريق برنامج عندي ما نقول غدوة الصباح مستعجل الأمر. موافقة ولا ماكش موافقة؟ لا لا استنى ما نجمش نقول غدوة الصباح خاطر شهر آخر كيكة. لا لا مدام مدموزيل ولا مدام ولا يا لبنى أنت قلت عندي مشكلة مستعجلة. ركز معايا على شغلتي. ما يسالش بعد غدوة بعد غدوتين مش مشكلة. باهي وانت فاهم دي فاهم الموضوع انت ولا ماكش فاهم؟ لا المشكله لو كنت تطلع ماكش فاهم. فاهم فاهم الموضوع. فاهم الموضوع. فاهم فهمنا شنو الموضوع. فاهم الموضوع مش لازم احكي. باهي انت ما نقولوش هنا فيها بيت. باهي وقتاش كتبت تصدق من توا خمس فاهم؟ تكلم دارك وتكلم دارك وقتاش حدوا لي وقت توا باش العمليه تكون على عينينا احنا وباشرافنا احنا. يا خويا حق كتبان صداق عليا انا يا خويا انساه. باهي على على البرنامج مش عليا شوي شنو هي مشكلتك؟ خاتم خاتم تتكلم مشكلتك شنو هي خاتم؟ فريق برنامج عندي ما نقول لك موافقين ناخذوا له خاتم ناخذوا لك خاتم اوكي لم هالبنيه ولم روحك وعرس موافقه يا بنتي ولا لا جاوبي انت موافقه ولا موافقه موافق اتفقنا؟ اتفقنا خلي الموضوع هذا يتسكر ينتهي برا وعرسوا على رواحكم وينتهي وما نقعدوش نحكيو في حكايات ما تتحكيش اتفقنا؟ اتفقنا. راضية يا طفلة؟ يا ولد راضي؟ مبروك عليكم يا سيدي إلى اللقاء. هاي سلم علي عاد على الأقل سلم علي على الأقل سلم علي تفضل إجا من هون تفضل. ساعات راو لا والله بالحق ساعات الحاجة وهذه يعرفوها كان الناس اللي مجربة ساعات الحاجة المادية وإلا الفقر وإلا قلة ذات اليد أنا نقول ساعات راي تلز الإنسان حتى في قوته اليومي ما يلقاش باش بشكل وما هوش عيب هذا ولا الحاجة وقلة ذات اليد تنجم تلز الإنسان أنه يغلط لكن القدرة على الإصلاح والقدرة على أنه يجي في أيادي أمينة ها يجي في أيادي أمينة ينجم كل شيء يتصلح حكاية لبنى وخطيبها حكاية راهي تنجم تصير لأي واحد منا وقد تكون يقول قائل علاش البنية جات لهنا تشبيه ما هزتش فضتها البرة جاية للتلفزة اي با اي با البنية عجزت ما نجمتش وحلت بالعرض ما لقات بها وين وقفت الزنقة في الهرب كان في عندي ما نقول لك ألفيت خرجت باش تتحل المشكلة وكف الله شر القتال على كل إن شاء الله كتبنا صداقة نوريهوكم في الأيامات القليلة القادمة في برنامج عندي ما نقول لك مشاهدة طيبة للجميع Thank you.